طبعا اسئله كتير في هذا النطاق، كل المصريين بيسالوا في الموضوع ده. انا احب ابسط لهم الموضوع جامد، يعني على الاقل من حق حضراتكم ان انتوا تشتروا اولا الجديد، العربيات الجديده لازم تكون العربيه مصنعه داخل الاتحاد الاوروبي. لازم تتاكد العربيه الجديده اللي انت بتحب ان انت تشتريها من بره متصنعه داخل الاتحاد الاوروبي، عشان بيطلع لك شهاده اسمها شهاده اليورو 1، هي دي اللي بتخلي تستخدم فيها تدخل فيها الحاله. يعني انا اشتري العربيه تصنيع قبل ما تشتري، قبل ما اشتريها اتاكد من دي. نعم، في خطوات كتير قبل ما تشتري وتدفع فلوس وتيجي العربيه المينا وتطلع مش طبقا للمواصفات بترجع. اولا حضرتك ممكن كل المعلومات اللي انت عايز تجيبها ما تجيبهاش من النت، هاتها من خلال مكاتب الاستخراج الجمركي، لان هو ده اللي هيبقى مسؤول عن دخول عربيتك داخل مصر. اولا من حقك ان انت تدخل العربيات الجديده اللي هي مصنعه داخل الاتحاد الاوروبي. نمره 2، بالنسبه للعربيات المستعمله هتكون العربيات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنين والعربيات دي بقت هايبرد. احب اقول لحضراتكم جميعا، ولا انت عايز ده ولا انت عايز ده، في خلال 4 لـ5 سنين العربيات المستعمله هترخص جدا في مصر. هقول لكم برضو ليه، لان الداخل او الاستيراد للعربيات المستعمله هيبقى كتير، هيكتر، هيملى السوق، واللي بيشتري عربيات جديده برضو هيبقى كتير، هيبقى برضو موجود في السوق، هتبتدي العربيات ترخص، هيبتدي الناس تبدل، يعني كل واحد هيركب عربيته بعد كده في المستقبل. الكلام ده يا استاذ عبد الحليم، هيركب عربيته 3 سنين وهيزهق، بس عايز محدش يتسرع ويشتري عربيه ويدفع فلوس. اسعار ايه يا استاذ بدر؟ الاسعار ايه لو انا مثلا هشتري عربيه جديده ايا كان بقى ماركتها؟ قول الاسعار بتتراوح من كام لكام تقريبا في العربيات الجديده اللي هي 1600 سي سي؟ احنا بنتكلم مثلا من اول 15000 يورو او 17000 يورو ومعاك طاقه طالع 2000 سي سي 2500. كل ما يزيد السي سي العربيه. طيب وفي المستعمل؟ المستعمل بنتكلم من اول نقدر نقول 20000 يورو، لان هو بيتكلم في 3 سنين لازم تكون العربيه هايبرد بنزين. ماشي، ازاي المستعمل اغلى من الجديد؟ ما انا هقول لحضرتك، لان احنا بنتكلم دلوقتي في المستعمل مش اي مستعمل. انا بكلمك في شريحه معينه في المستعمل، تكاد تكون 2% من العربيات المستعمله. انا بكلمك على عربيات الثلاث سنين قديمه هيبريد، ودي هتكون موجوده بكثره في المرسيدس، في البي ام دبليو، في الاودي. ماشي، بس انا عايز العالية. انا عايز اقول لك، انا مثلا في واشنطن كنت بسال، كان ممكن ب 2000 دولار تشتري عربيه مستعمله، وحضرتك ب 100 اورو ممكن تشتري عربيه مستعمله، بس ما تقدرش تصدرها. نعم. طيب اقل عربيه مستعمله ممكن اصدرها لمصر تبقى بكام؟ لازم تكون هيبريد، هو ده الموضوع كله. ايوه، يعني ما انا ما بفهمش. 20000 يورو. 20000 يورو غالي جدا، ما انا اشتري عربيه جديده بقى وخلاص. نعم، لان العربيه اللي حضرتك مستعمله اللي هي تنزلها دي بتبقى تقريبا مرسيدس سي كلاس، حاجه عاليه جدا. امال والعربيه ما فيش هتبقى سكودا مش مثلا ب 3 4000 يورو اقدر ادخل عربيه مستعمله؟ لا، ما فيش الكلام ده، دي بتنزل متقطعه كقطع قيمه. يبقى خلي الناس تشتري جديد بقى وخلاص. والله هقول لك حاجه يا استاذ عبد الحليم، هو انا لما رحت المينا في هامبورغ والعربيات اللي نازله مصر، اقدر اقول لحضرتك الجديد بينزل مصر بنسبه 70% و30% بيبقى مستعمل هيبريد. واحد عايز يركب، انا هقول لحضرتك حاجه، انا فهمت قصدك، هو بيركب عربيه موديل عالي ومستعمله يمكن بتبقى احسن من الجديده. لا مش كده، مظبوط حضرتك، بالاضافه الى عربيه هيبريد مستعمله 3 سنين بيكون ثمنها مثلا 40000 يورو، جديده بيكون ثمنها 90000 يورو. انا فهمت، هي النقطه بقى في دي، ان انا ما اجي اركبها جديد، العربيه نفس العربيه بنفس الاوبشنز بتاعها هيبقى طبعا سعرها غالي جدا.